ليس في افضل احواله ولم يعد يقدم فليستغني عنه. الكره من هناك وانطلاقه من الثمن الوسط غرادير بابا 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 لا 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 جول فعلها الزامبيون وافتتحوا مجال التسجيل وسجلوا الجول الاول. يا سلام، اول اهداف المباراه في خلل فادح عن طريق اللاعب باتسون داكا. هذا اللاعب عمره 19 سنه باتسون داكا، اول هدف في حياته والهدف سجله امام الجزائر في قسنطينه في اصعب الظروف. داكا لن ينسى هذا اليوم ولا